ما نقشالي لا ما نقشاي بكل صراحه، لان ما كاينش التربيه الجنسيه ملي كتسوقي الخبر ولاد الجامعه ما عارفينش. اخيرا جات عندي بنت من الاسره قداش هي ياك وحصلت فيها، والاسره واخا هما اسره لاباس عليهم كل شيء تهمشات بحالها بحال الناس كلهم. باقي خص الخدمه علاش؟ على قبل اولا الشعب المغربي كيتكاثر، وخص هذاك التكاثر يكون فيه تربيه او ميم طون، جايه من المدرسه الاولى يعني من الابتدائي وطالعه للثانوي. اولادنا راه نقيين في دماغهم، هادشي اللي السياسيين ما بغاش يدخل لهم راسهم، والله الا الدراري الا نقيين وكيبغيو يعرفوا وكيتصنتوا وكيستوعبوا وكيشربوا الهضره ديالك وكيعرفوها فين غاديه. راه هادوك اللي خصهم يديروا السياسه ديال التربيه الجنسيه في المدارس انا ما فهمتش علاش ما بغاو شيء. هي في القران غادي يقول لك لا راه حرام، ربي كيقول لك اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. هذه غير صوره واحده، كاين شي ما عرفتش شحال من صوره 34 ولا 35 كلهم فيهم تربيه جنسيه. ما كاينش التربيه الجنسيه وباقي الناس غافلين، وبنات العائلات الكبار كيحصلوا فيها لان بالنسبه لها هي حره في ذاتها. وانا كنقول لك بان الشركه ديال جايه للمغرب اللي غادي تبدا تبيع ديك الفنيده ديال الغد، الوغ ملي كتسمعي الفنيده ديال الغد اذا كاينه اباحيه، واش فهمتي ولا لا؟ لا ما نديرش اباحيه، نعلمها كيفاش انا نخليها يتصرف عليها واحد. انا نقولها لك بالدارجه، واحد ياخذ داكشي اللي بغى ويخليها هي يعني منك الموت لصاحبك.